للمزيد حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد رضا فرج، عضو مجلس الشورى ونائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، بعد التحية. طبعا كيف ساهمت رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من خلال المبادئ الثلاثة نحو تحقيق مرحلة جديدة من العمل الحكومي بصورة تلبي متطلبات متغيرات المستقبل؟ أولا السلام عليكم. أعتقد هناك في مبادرات عديدة مع الرؤية الاقتصادية لعام 2030. نعم. من هالمبادرات هي المبادرات هذه يعني طبعا هي مبادرات تحتاج إلى وقت للتنفيذ وحصول على النتائج الكاملة لهالمبادرات، إلا أن الملاحظ الآن أن لو قارنا الناتج الإجمالي لمملكة البحرين المحلي الإجمالي لمملكة البحرين في 2008 وقارناه بسنة 2018 مع نهاية 2018 نشوف أن الزيادة في حدود 40 أو فما فوق، يعني أكثر من 40%. اعتمادنا كان على النفط حوالي 42 أو أكثر من الناتج المحلي، الآن صار تقريبا 18% فقط لا غير. هناك كان قطاعات يعني محدودة جدا اللي كانت تساهم في الإيرادات الغير نفطية، الآن في قطاعات عديدة كلها قاعدة تساهم بشكل فعال في الإيرادات الغير نفطية، قطاع الفندقة مثلا، قطاع الإنشاء والتعمير، قطاع البنوك المالية الإسلامية وغير الإسلامية، قطاعات الصحة، قطاع التعليم، قطاعات أخرى عديدة تساهم بشكل فعال في الإيرادات الغير نفطية. نعم. وبذلك اعتمادنا الكلي اللي كان على الإيرادات النفطية بدين شوي يعني قليلا نبتعد بخطوات ثابتة ومدروسة خلال الفترة دي. طبعا كان في مجال يعني في أمور كثيرة لابد من تنظيمها وتدريب يعني ترتيبها مثل ما يسمون ترتيب البيت داخليا بإيجاد التشريعات المحفزة والمشجعة للاستثمار. نعم. سيد فرج، لو نتكلم قليلا عن مقومات الملتقى الحكومي الذي يعقد كل عام حول تعزيز مساعي الرؤى وتنسيق العمل الجماعي وصياغة التكامل والتفاعل بين القطاعين العام والخاص، طبعا للصالح العام والذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن. وقبل ذي بس شوية كنا احنا في السابق وإلى حد قريب ويبدو إلى حد ما الآن. نعم. الدولة أو الحكومة المحرك الأساسي للاقتصاد، الآن التوجه والمبادرات الموجودة على أساس أن الحكومة لها دور تنظيمي وعلى القطاع الخاص أن يبتدي يحرك الاقتصاد، وهذا كان يعني يستلزم إيجاد تشريعات عديدة وأوجدنا هالتشريعات خلال كم السنة الماضية. فلذا الآن بدأ القطاع الخاص والمستثمرين حتى الخارج البحرين يجدون البيئة المناسبة والمحفزة والمشجعة للاستثمار في استثمار. أما بالنسبة إلى ما تفضلت فيه، أنا أعتقد وهذا يعني مبادرة جدا ممتازة على أساس أن الحكومة تعمل كوحدة واحدة وجف يعني أن يجتمعون كل الوزراء والهيئات الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية تحت سقف واحد ويراجعون إنجازاتهم، عملهم، معوقات العمل خلال السنة الماضية وخططهم المستقبلية. هذا تعطي نوع من يعني العمل الجماعي وإن الكل مشترك في بناء أو في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، وبالتالي إن القطاع الخاص يشوف إن بالفعل الحكومة عندها آلية وعندها للمراقبة والمتابعة، فلذا بيكون في نوع من التشجيع والحافز للجميع أنه يبتدي يساهم في دفع عجلة النمو والاقتصاد إلى الأمام. نعم. سعادة السيد رضا فرج، عضو مجلس الشورى ونائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، شكرا جزيلا لك.